كمان يا احمد يعني يمكن بنتكلم على انه بنمشي بشكل او بخطوات كويسه جدا في موضوع الاستاد الخاص بينا. يعني كان كابتن محمود الخطيب بيقول ان الخطوه الجايه هي ان احنا هيبقى في احد المكاتب الاستشاريه العالميه المتخصصه في تصميم الاستادات العالميه علشان يقدر ان هو يبقى في تصميم كويس ومختلف بالنسبه لاستاد النادي الاهلي يليق بمكانه النادي الاهلي. وكمان يعني احنا بنتكلم على حاجه شبه الاستادات العالميه، بنشوف ناس كتير قوي لما بنروح طبعا تروح اي ملعب في العالم انت بتبقى فخور مبسوط شايف الحقيقه، بتعمل تور في اي ملعب في العالم بتبقى دايما في احساس كده لكل اهلاوي انا عايز يبقى عندي استاد زي ده. والحقيقه انه شفت كميه فرحه من الاهلاويه او من جماهير النادي الاهلي الفتره اللي فاتت دي كلها بعد اعلان، احنا اعلنا تقريبا يوم الاحد اللي فات واحنا مع حضراتكم على الهوا انه هيكون ان شاء الله خلاص خدنا كل الموافقات وهيكون في استاد خاص بالنادي الاهلي. شفنا الحقيقه كميه فرحه من الاهلاويه من جماهير النادي الاهلي انه الحقيقه مجلس الاداره او النادي الاهلي وعد فاوفى، عشان كده فعلا النادي الاهلي لما بيخطط وبيكشف عن تطلعاته بيكون قد المسؤوليه. وبالفعل نجح في ان هو في تعمير كل الفروع اللي سبق واشارنا ليها واللي ساهمت بفاعليه في تعمير الاماكن كمان المحيطه بالفروع دي، عشان كده اللي حابين ناكد عليه ان فكره ان توسع النادي الاهلي في الفروع مش بيمثل بس قيمه مضافه بس للنادي الاهلي، لا ده كمان بيمثل قيمه مضافه للمجتمع المصري ككل. يمكن زي ما احمد قال خاصه فيما يتعلق بملف التعمير وطبعا والتوسيع في مصر وتنشيط العديد من القطاعات الاقتصاديه، علشان كده بيفرق كمان في انه يبقى في ايجاد فرص عمل كمان، يعني دي حاجه من الايجابيات الكبيره جدا. والحقيقه انه النادي الاهلي دايما بناكد ان هو مؤسسه وطنيه وان هو ليه دور كبير جدا وفعال في المجتمع المصري، مش بس بالنسبه للنادي الاهلي او بالنسبه للرياضه او كره القدم، لا بالعكس نتكلم بشكل كبير، لا دي دور وطني اكبر بكتير جدا، احنا فكرتنا اكبر بكتير جدا من الرياضه ومن كره القدم.